تقريبا للأوقية. أما بالنسبة لسعر الفضة في هذه الأثناء فأيضا ارتفاع بما يقترب من 18% إلى ما فوق 16 دولار. للتعليق على تطورات الأسواق العالمية ينضم إلينا من أبوظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. نور الدين أهلا بك معنا. نبدأ من اليونان، هل سنرى خروج لليونان في وقت قريب من منطقة اليورو؟ هل أنت من الذين يعتقدون أن اليونان قد تخرج من العملة الموحدة؟ يعني منذ حوالي 5 سنوات إلى الآن نفس الموضوع يتم ذكره من جديد، وبالنهاية عندما تصل إلى مرحلة الإفلاس يتم التوصل إلى اتفاق من دون أي وجود أي عقبات. هذا الشيء الذي في الغالب أيضا ما سيحصل. يوم أمس كان لدينا مفاوضات استمرت ل 45 دقيقة فقط، لكن الآن اليونان عادت مرة أخرى لتطلب من الدائنين دعوتها إلى طاولة المفاوضات من جديد. هذا الشيء سيستمر في الغالب حتى نهاية يونيو الجاري عندما يستحق موعد دفع الديون للآي إم إف، خصوصا لدفعات صندوق النقد الدولي. هذا الشيء الذي سيؤدي من جديد احتمالية كبيرة جدا أن يكون أو يتم التوصل هناك إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. برأيك هل هناك من خيارات أمام اليونان؟ لأنه ماريو دراغي يعني يضع ضغطا اليوم على الحكومة اليونانية ويقول أن الكرة في ملعب اليونان، هل هناك خيارات بيد أثينا؟ اعتقد انه لا وجود هناك امامهم يعني اي خيارات اخرى سوى الاستمرار بايضا الضغط من جهتهم. المانيا تقوم بالضغط من جهتها على اليونان من ناحيه خفض او رفع، ان تقوم برفع الضرائب وايضا تخفيض الويجز او تخفيض السالاريز او الرواتب، لكن ايضا اليونان تحاول قدر الامكان عدم فعل ذلك لانه هو هذا الوعد الاول الذي كان بعد الانتخاب الحكومي اليساري. هذا الشيء في الغالب ايضا احد من الدول سواء اليونان او المانيا ستتراجع عن ذلك. في الغالب الذي سيتراجع عن ذلك اليونان قبل المانيا، لكن المانيا في الغالب ايضا لا ننسى انه المانيا يعني متخوفه من شيء مهم جدا هو الدومينوز افكت، انه فيما لو خرجت اليونان بالفعل من الذي سيكون التالي. طيب ننتقل الى الولايات المتحده، هناك ترقب اليوم في الاسواق لاي اشارات او تحديد لموعد رفع اسعار الفائده، ما هو رايك نور الدين؟ رأينا كما كان منذ انتهاء التيسير الكمي وحتى اليوم، حتى انه ارقام اليوم مره اخرى اتت مفاجئه. لدينا كان مؤشر الامبار ستيت مانيفاكتشرنج او المؤشر التصنيعي في نيويورك انخفض على عكس التوقعات، ايضا شهدنا الانتاج الصناعي يسجل اكبر انخفاض منذ حوالي 6 اشهر على المستوى الشهري، وعلى المستوى السنوي انخفضنا الى ادنى مستوى منذ العام 2010. الارقام لا زالت تاتي بالمزيد من الامور السلبيه. الذي ستقوم به جانت يالن غالبا خلال هذا الاسبوع ستقوم باعاده وعود الاسواق مرة أخرى أنه في سبتمبر احتمال أن يكون هناك في لدينا رفع لأسعار الفائدة، لكن ستستخدم نفس الكلمة الشرطية أنه هذا الشيء فيما لو تحسنت الأرقام الاقتصادية. على هذا الأساس سيستمر نفس الشيء تدخل الأسواق من جديد، لكن الأسواق ستفهم أيضا مرة أخرى أنه احتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر ستكون مرهونة بالأرقام الاقتصادية، وفيما لو ارتفع الدولار بأكثر مما هو الآن سيستمر في الضغط على الاقتصاد الأمريكي من جديد وقد يتم تأجيلها مرة أخرى. بشكل سريع لو سمحت نور الدين، أسعار النفط الحالية برأيك ماذا تتوقع في الفترة المقبلة؟ لدينا حدثين، قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سيكون له الأثر الأكبر أيضا، بالإضافة إلى ذلك ننتظر فيما لو سيتم التوصل إلى اتفاق إيران مع الدول الكبرى. حتى ذلك الحين التداول في نطاق ضيق في الغالب ما سيستمر عند حوالي مستويات 60 إلى 62 دولار. شكرا لك من أبوظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. هذا في الاقتصاد، نعود إلى فضيلة.